انت حب زوم زي جديدة أنا بذا زيتا فغلت ضفرنا العمل الإقليم بركان ماني أنا بدي خثم سمونت انت فغلت يبدي نخوص نفر الدار القروية العائلية سمع وانت اني مزاغ انت فغلت ماني سيد عمر عكروش انت ميصنا المنطقة انت فغلت يوشا هكتار زيت مصنص المشروع ونيتين حماد بنان ثداث العائلية القروية سيد محمد عكروش انت ميصنا المنطقة وتدار ذي ألمانيا يساهم إلى انتذي وسنفر الدار العائلية القروية نغدار الوشم ذي تفوغالت الهدف أذعون إي حنجار نغي محضان إي فرانزيسك ولاث سن ذي المستوى الابتدائي حمد سيغين ثغورين سن ذي الدار العائلية القروية ذي قر انتفجحت نغ تخصص انتفجحت من أكثر أثنتفر ذي الربورتاج ونيتين الفريق التقني تغاكري أمين بيونغورن رشيد سيكي الحسن الدحاني مونتاج أسيا فهمي عبد البسط شعوني ميكساج إحسان الأشراوي يتواسس ذي بسوقسن 2010 السنفر نيغ مشروع ثدات نروشو نيغ الدار العائلية تسد الفكرة نيجنا ثامس منت ذي تفغلت الفكرة يتسد أس الهدف أن البني ثدات حما أذي سغان إحذرين إفغان أزيس كويلة ثنسن وأذسيغين ثغورين سنديقار أنت فجحت سيد عمر عكروش تعجبس الفكرة نو سنفر يوشي ثمس منت ثماثنا مساحة نس هكتار حما أذي سبنان الأقسام انتغوري ذمني غاغان إي محضان تجبيه الفكره يون دار العائليه القرويه وشي غسل الكتار تمورث يلقوا قادي سي محضرني تنقطع زيد دراسه زي يتفون زي السادس تسعه يعني متفون غوش نبول الامال باش ندمج انا كدينا المستقبل ولكن يلقوا زيد دار العائليه القرويه الصغار يتكوني ثن مثلا نقارن مزيان نسلم باش نتكون مثلا دي الفلاح دي الكسيبات دي زيجوا القنين هنا نتقل المشاريع نمشي نتعاونين شويه قدر المستطاع ندبر المبادره نتقل طلبات المبادره الوطنيه ذي وذان مثلا زي الخارج تعاون شويه ونبقى غير البدايه نتمنى المزيد تمويل دي صغير الايوذان وها المحسنين وها نجمع ذينا راس ايوب انما جمعي ثندانيتين تحسني ثن سلمى داسن ونسنغ بانما الطاسي الجامعين تبغى غير بذندانيتين ولكن الخو قاقين لان هني المشاريع ملاقي كيسن ذي المعارض مثلا دي مكناس تني الحمد لله نشين اول كل شيء نغسي طنجة اللي قويرة ولكن ادوار نغونيتين مسقط الرأس النغذينة بصفة نعاون بصفة كيسن بد انت تلي دا انت تدنس دا تقرأ دا كل شيء فرات توران الاخر وقت كنين اخام النغ نتوسط أزرف 12-00 الخاص زي التكوين زي التدرج إيقا الشروط أن الالتحاق إي محضان زي ثلاثة القروية زي سنة ذير العمر سن جا 15-35 نيسقوسة أذيرين في غنزي أسوير ويست ابتدائي نغكتار أذيري بابس ذي فجاح شروط محدة ذي يجي القانون 12-00 الخاص زي التكوين زي التدرج انت يتحدن الشروط يعني يطلب ذي السن خصة ذي اللي ما بين 15 إلى 35 سنة هذه اللي يغرى يعني هذه اللي السنة يقارن السنة يكتبن هذه اللي ماكسيمو يفغز السادس هذه اللي بس ذا فلاح يعني تمارس المهنة الفلاحة انت شو الفرصة إذا تدخل الجمعية إما يعني استدبر ذي المكان 16 استقلك الفيرمات ذي حالة ما ورغس مانية يقستاج بس مش ذا فلاح يعني الجمعية ذا تدخل مش استقل استدبر من يأكسر تبدأ في غوري ثلاثة القروية أورني ما يكمر ربنين السادي وسقسن 2012 يبدأ التكوين أن الفوج أمزوروني محضاني يتوغى التخصص سن الزراعة الخضاف وذي بسقسن 2015-2016 التخصص سن أنت ذلك سيبة ثانية غمان يتوسن ستربية المواشي غرنغ الفوجوتين تربية المواشي غرنغ 18 متدرج تقن لي جند دبلوم قرناص دبلوم تخصص المهني تخصص دبلوموتين معترف به من طرف الدوله لان غرنا غير اتفاقيه شراكه كذي يجي المعهد الزراعي دي بركان انت اذا غير تقالي زان دي اخر سنه الدبلوماي اذا من بعد ما قرن 9 شهور تيلي جند تقييم قرناص تقييم نهائي هاك التقييم التكويني اللي تيلي الوسط وسكواس يتشيشان غير النقطه
النقطة النهائية لازم تسيرو سا دي ديبلوم، يعني تخرج تسجل الدبلوم معترف به من طرف الدولة هذا العام، وهي لوبسيون تاع النبذة سكو سياسة تخصص أن التربية المواشي أني غنركسي بث تخصص ونيتين قاني محضانة تصنت مصريين قان مامش السلالة يصبح قاعدين المغرب دير كسيبت مامش إتخيس أذيري حطو نركسي بث مامش تيري الإنتاج نركسي بث سواء ديك وسوم نيغ ذي وغي وحتى بالنسبة ذي تضفت أنسنة واللي كيباشر على برا كيباشروا التدريب ديالهم هم الناس اللي كيكونوا معهم في يعني اللي كيتكلفوا بهم مثلا في التدريب ديالهم تخصص تربية المواشي قلنا ديالا يقول دغنا الأستاذ عبد الرحيم الصيران غدا نقارأ سن الاستماعات مع الأستاذ الستاج نقول غير تمرت من الوقت كيني ندوز ديال الستاج غير ندوز ورا الستاج ندوز لا الثاني نتقرا إي محضان ذي ثداثة القروية قان 15 أنو السنة وتستنفع عن ذي ستاجات ذي في موران تفجحت المدة ستاج جاثرة ثاني مالسن أرست ثاني مالسن نغمني توسن ستدريب ستدرج إزاي سيستنفع أسقو 18 أني محضان إزاي سن إني ديوسين أزي ثاندين تأنتازة فلسفة الضلعية القروية ذي تكون تعتمد البيداغوجية قرنص التناوب التناوب معناها انها تسنت قرنتين جنسي اثنين سيمانات تيورين بعد في 15 سيمانات تقن شغلنا التطبيقي تونا نغدا التساؤلات التساؤلات نتا ونزل الميدان تسندتين نتشين نتعالج كيسن المواضيع هناك الاساتذه متخصصين الاساتذه غير نغدا اساتذه متطوعين اللي تساهمنا ذي الجمعية الدار العائلية القروية الأساتذة النظام تخلصنا هي على حسب النظام ديال الدار العائلية القروية على حسب أزرف أنت داث أن الوشوم القروية قان محضان دانيتين 15 أنو السنة دروس النظرية من بعد اتفغن 16 غثي مورانت في الجحت تقن 16 سن من غرين ذي سكويلان سن جا 3 شهر أر 6 شهر حتى 6 شهر كيتلقاو الدراسه النظريه في الدار العائليه القرويه ومن بعد كيخرجوا للتدريب يعني كنقولوا بالتدرج فغاس كوس نيزر زي زيت مغير زي التسعه وصيغ الدار دار الجمعيه باش تصيغ شال الاستفاده شال الدبلوم لا نفكر دا شال المشروع ان شاء الله نتشدم دوك لينو ان شاء الله المشروع ان شاء الله نتمنى لينا الهدف سوس الفرنتة تكوين هذا الإدماج للسوق نار خدمة من يمحضان أن تدثاخ متكمر أن تغورين سن وكسينا ديبلومات سنة تيري غاسنا تيز مرض خدمنا وذكمر أن أربعة ذأني سن فرنسا معون أن تمسمون تدثاث القروية أمشناو أسن فر أن تزيزواني يمحضان أن تخرج وسوق سن 2012-2013 إيش المسألة اللي تجيت نشين ما يعني فريدة من نوعها ذي 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 المدارس الأخرين يعني تكوين تكوين إدماج ما معنى تكوين إدماج يعني محضر يعني متدرجين اللي تفنص الضلع إلى القروية ماشي تاوي الدبلومة ذي روح ذي ريح يعني تفنص تقنش المشروع يعني تندمجن ذي سوق الشغل يعني الجمعية تعاونية إما تقن المشروع نسن في إطار تعاونيات نغ شركات مثلا الجروب اللي تخرجنا مزوار 2012-2013 يمحضرني يتخرجن السن الجن التعاونية ذي تربية النحل ونشنت قاس المواكبة ثداثنا الوشوم من غدار العائلية القروية ذي تفوغلت سوشا إجن التمويل يمحضر يتخرجن أسقوس يعذون الفوج 2014-2015 وسمعون سيجن السيد إتيري ذي ألمانيا انت مس انطماف انت فوغلت ومن ياس الهدف حماد بدنا أختي مقان يجن تسنتونت نغا تعاونيا تزيزوا كان عندنا واحد القروب ديال فيه 18 واحد وتقسمنا ثلاثة ديال التعاونيات وحدة في هذه المنطقة هذه دوار توغنغ ثلاثة نجروبة ذانيتين توغنغا ثلاثة سنتوتين يشتن ذانيتين ذي المنطقة هذا ذي دوار ولاد يحيى يشتن دي تافوغالت يشتن دي دوار شويحية المعاون جرنغ المساعدة السمعون نضارن الوشوم القروية وشان غدعم ذي التمويل ونقا ذي سيمي ذي زيزو وماديا الدار العائلية قروية ذي جمعانغ ذي جن الأطورة تكون انا من بعد ما تكون
ثوشان يعني واحد يجن الدعم ذي يعني تكوين للمجال التعاونيات نقا تعاونية للمجال زيزوا من كملتي زيزوا بعدين المشروع زيزوا يعني ذي سجن تجربة الصباح بعدها خدم ديس كان غدير مشروع متطور يعني نشينا ندير لقينا هون تقدم جن الشكر يجن السيد قناص عبد الله طيف عكروش ذي ألمانيا يقنتين غير تقريبا يقدمنا غير الدعم كذا الدار العائلية قروية